بسم الله الرحمن الرحيم. الأعداد الأولية. العدد الأولي هو عدد يقبل القسمة على نفسه على الواحد فقط، أي له عاملان فقط. يعني إيه يا شباب؟ إذا لقينا العدد بيقبل القسمة على نفسه على الواحد بس، يبقى العدد ده عدد أولي، بس نتأكد إن ليه عاملان فقط. طب إذا ما كانش ليه عاملان فقط، يبقى العدد ده عدد غير أولي. سؤال: هل 5 عددا أوليا ولماذا؟ يا شباب، 5 بيقبل القسمة على 5 وعلى الواحد بس، يعني ليه عاملان فقط، يبقى 5 عددا أوليا. نكتب 5 عددا أوليا لأن 5 يقبل القسمة على 5 وواحد، يعني بيقبل القسمة على نفسه على الواحد، أي له عاملان فقط. سؤال: هل 21 عددا أوليا ولماذا؟ يا شباب، 21 بيقبل القسمة على 21 وعلى 1 وعلى 3 وعلى 7، يعني ليه 4 عوامل، يعني ملوش عاملان فقط، يبقى 21 عددا غير أوليا. نكتب 21 عددا غير أوليا لأن 21 يقبل القسمة على 21 وواحد وثلاثة وسبعة، أي ليس له عاملان فقط. سؤال: هل 1 عددا أوليا ولماذا؟ يا شباب، 1 بيقبل القسمة على 1 بس، يعني ليه عامل واحد، يعني ملوش عاملان فقط، يبقى 1 عددا غير أوليا. نكتب 1 عددا غير أوليا لأن 1 يقبل القسمة على 1، أي ليس له عاملان فقط.